أول ما الست بتعرف إن هي حامل بتيجي تكشف وبتقول لي سؤال مهم جدا، يا دكتور آكل إيه وما أكلش إيه؟ إيه الأكل المفيد وإيه الأكل اللي المفروض ماكلوش وأنا حامل؟ خلينا نتكلم الأول عن الأكل المفيد. مبدئيا أنا عايزاكي تغيري طريقة أكلك من إنك تاكلي 3 وجبات رئيسية في اليوم إلى إن إحنا نقسمهم إلى 5 وجبات يوميا بس بكمية صغيرة جدا. يعني هنفطر وبعدين سناك وبعدين الغداء وبعدين سناك وبعدين العشاء. في كل وجبة من دول هنحاول تكون كمية الأكل قليلة علشان ما يحصل لكيش وجع في معدتك أو تخمة أو أي مشاكل. عايزاكي تشربي من 3-4 لتر مية كل يوم، وده مهم جدا 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 وانتي حامل. ايه الأكل المفيد؟ عندك البروتينات كلها مفيدة، اللحم والفراخ مليانين بالأحماض الأمينية اللي بتساعد على تكوين الجنين، وكمان فيهم الزنك اللي بيرفع مناعتك. ايه كمان ممكن ناخد منه؟ بروتينات المصادر الغير حيوانية زي البقوليات، الفول والعدس، كل دول فيهم البروتينات والأحماض الأمينية اللي لازمة ليك. كمان اللبن، اللبن مفيد جدا. لو هاخد كوباية لبن كل يوم الصبح مع الفطار هبقى أخدت كمية الكالسيوم وكمية الفيتامين دي اللي أنا محتاجاها يوميا. كمان الجبنة القريش، الجبنة القريش ممكن تكون مهملة بعض الشيء مع ان هي غنية جدا بالكالسيوم وغنية جدا بالبروتين، فياريت نضيف لأكلنا جبنة قريش. الخضار بأنواعها، الطماطم والخيار والخس والجزر، كل الحاجات دي مفيدة جدا ليكي. عايزاكي تعملي طبق سلطة كل يوم قبل الغداء بنص ساعة وتاكليه، فلما يجي ميعاد الغداء، حتى الستات اللي مش عايزة تدخن وعايزة تفضل رشيقة وجميلة، لما يجي ميعاد الغداء ما تاكلش نشويات كتير علشان تفضل دايما محافظة على وزنها. هنضيف لده كمان الزبادي، الزبادي مهم جدا وفيه مواد اسمها بروبيوتكس اللي بتساعد على عملية الهضم. طيب ايه الحاجات الممنوعة؟ الحاجات الممنوعة الجانك فود، لانه فيه زيوت ودهون كتير جدا ممكن معدة الحامل في الفترة الاولى ما تتقبلهاش. كمان من الحاجات الممنوعة اللحوم الباردة بانواعها، اللانشون والبسترما والسردين والرنجة والحاجات دي كلها فيها كمية أملاح كبيرة وممكن تعمل لبعض السيدات الحوامل تسمم، فهي ممنوعة خالص أثناء فترة الحمل. هنحاول على قد ما نقدر نقلل من المواد الحافظة، الشيبسي والبيبسي والحاجات اللي فيها مواد حافظة ممكن تكون مضرة بصحتنا وبصحة الجنين. يبقى احنا هنركز انه الممنوع اللحوم الباردة، الجانك فود، المواد الحافظة. غير كده يبقى خلاص هنركز على الأكل الصحي. نسيت أقولك في الأكل الصحي الفواكه، التفاح والموز من أحسن الأكلات اللي ممكن تفيد الست الحامل.